أخبار اليوم. أولا أنا بقدم كل التعازي القلبية للشهيد محامي الشعب المحترم الجليل المستشار هشام بركات، وقد إيه كان بالفعل خلق، وكل المقربين اللي بيحكوا بيتكلموا عن تواضعه وأخلاقه وبساطته وعدله. فطبعا أنا بعتبر ده إهانة لينا كلنا، اللي حصل إهانة لينا كلنا كمصريين، لأنه ده مش بيه قتل واحد فقط، انتقاموا منه لغاية انتقاموا من الشعب كله، وهو كان حاسس بهذه اللحظة. عشان كده أكثر من مرة صرح بأنه يهمه ضميره قدام ربنا، وما كانش بيخاف أبدا، وقال أنا مستعد في أي لحظة أنه يكون مصيري كده. قراءة حضرتك النهاردة التصريحات في خامة الرئيس عبد الفتاح أنا سعيد جدا لأن سمعت الكلمات الجميلة وقالها بحزم بالفعل، وخلاص إن هتكون إجراءات حازمة بعد ما الحكم يتاخد، سوى بأي حكم قال خلاص مفيش بقى مماطلة، مفيش تأخير ولا أخره. وأنا في نفس الوقت بعزي كل الشعب المصري وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل شخص في القضاء، وبأتمنى بالفعل الأشخاص دول يتحول قلوبهم الحجرية إلى قلوب لحمية، يشعروا بأن دوت قدام ربنا ده يعني ما يعتبروش خالص ليهم أي جزاء، يعني بمعنى جزائي إنه يلاقوهم مكافأة، إن ربنا مش بيسكت طبعا ولا هيسيبهم على إنهم بيقتلوا أي شخص. الوحيد اللي ليه سلطة على أرواح الأشخاص هو ربنا، هو اللي خلقنا، هو ادانا الروح نسمة الحياة، وفي نفس الوقت هو اللي ياخدها مننا مش أي حد تاني. فياريت يرجعوا تاني لرشدهم، وكفاية لأنه اللي بيأمرهم بكده هم دايما متداريين، هم اللي مش باينين. مرة تانية بعزي كل الشعب المصري، وبطلب الفقيد الشهيد المستشار هشام بركات الرحمة من ربنا. شكرا جزيلا.